جينا بقى لاخر تحدي معانا النهارده وهيبقى مع الولدين ادم واسر. هنشوف مين اللي هيوصل للبالونه الاخيره الاول ونشوف بقى مين هيشجع من الاسر اكتر. جاهزين تشجعوا؟ وانتوا جاهزين؟ يلا ريدي ستادي جو. الله ما تتحركش، ارجع تاني ارجع تاني، ما تتحركش غير ما اقول لك. برافو، ما تتحركوش غير ما اقول لك ارجع. يلا خش خطوه، خطوه واحده، خطوه واحده بس من عندك من عندك. يلا برافو، خطوه واحده، خطوه واحده من عندك. ماشي برافو من عندك. ايوه خطوه كمان، خطوه كمان يا ادم. برافو يا ادم، برافو يا ياسر، خطوه كمان يا ياسر. يلا برافو يا ياسر، خطوتين، خطوه كمان ادم وياسر. يلا ماشي هنشوف. ها ما ارجع ورا ادم، ارجع ورا ادم. يلا ايوه صح، اطلع خطوه كمان، سوري. يلا اطلع خطوه كمان، بس من عندك كده. ايوه بس ارجع ورا. ايوه ايوه خطوة واحدة كمان. يلا هنشوف مين مين بقى هيوصل الأول، مين هيوصل الأول. ياسر اللي وصل الأول. برافو 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 آدم وياسر، شاطرين جدا جدا جدا. يلا بينا نروح على البلاي ستيشن ونشوف مين هيعمل إيه على طول ونرجع تاني.